السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبناكم معنا البلاصة طورو اللي كاينه في مدينه طنجه، لان اكيد الا جيتوا لطنجه غادي تسمعوا عليها، فهذه فرصه تعرفوا عليها معلومات اكثر. بالنسبه للبلاصة طورو هي بالضبط سميتها بلاصة دي طوروس بالاسبانيونيه، يعني الساحه ديال التيران او حلبه مصارعه التيران، وهذه اقدم حلبه مصارعه التيران في افريقيا كامله. هي الحقيقه ماشي اقدم، هي الوحيده اللي كاينه اصلا في افريقيا كامله، ما كاين حتى في بلاصه واحده اخرى من غير المغرب. كانوا بناوها الاسبان ايامات الاستعمار، وكانت مشهوره بزاف لان الوحيده اللي كاينه في افريقيا كامله، وكانوا كيجيو الناس بجنسيات مختلفه يجيو يتفرجوا فيها. كيكون هنايا الزحام، يعني كانت معروفه بزاف. ولكن من بعد الاستقلال، يعني ملي خرج المستعمر بحالو، فصافي تسدات، لان اصلا الاسلام كيحرم هذا النوع ديال الرياضات. ما بغيتش نقول لكم التواريخ بالضبط باش ما ردوش درس ديال التاريخ، ما تكون تاخذوا غير فكره مبسطه على هذه المعلومات التاريخيه هذه. وحاليا السلطات المحليه ديال طنجه خرجت القرار باش يتم ترميم ديال هذه المعلمه التاريخيه، غادي تولي بشكل عصري، ولكن في نفس الوقت غادي يحافظوا ليها على الملامح ديالها التاريخيه، يعني الشكل ديالها الاولاني ديال حلبه المصارعه غادي يبقى، ولكن غادي يكون داكشي عصري اكثر. غادي يكونوا فيها محلات تجاريه، غادي يكونوا فيها مقاهي، غادي يديروا لي باركينغ برا، جريدات، يعني غادي يكون الشكل ديالها زوين كيف ما كتشوف. هذا هو الشكل ديالها الجديد اللي غادي يكون، وغادي يبقاو يديروا فيها السهرات، التظاهرات الثقافيه، وبزاف ديال الانشطه اللي غادي يبقاو يداروا هنايا في بلاصه طورو. نتمنى تكونوا خديتوا فكره على بلاصه طورو اللي كاينه هنا في مدينه طنجه، وما تنساوش تدعمونا، ديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش حتى هما يكتشفوا معنا مناطق جديده اللي كاينه في بلادنا. ولا عندكم اي سؤال مرحبا، خليوه لي في التعليق وانا اكيد غادي نجاوبكم عليه. في انتظار نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، السلام عليكم.